لي 7 نتاع العشية ومازلنا في الفيديوهات سوف شي قادم الفيديو نتاعو تنرجع لك حكيت الهالوين شوي اخر سعدي الزيدري يلا سوف والله انا ملخص الفيديو نتاعي انا علاش انا ما نحبش نشارك في المسابقات الثقافيه فهمتي ولا تقصد الثقافه العامه اللي تصير اخر كل حصه من تيما لاباس علاش ما نحبش نشارك فيها لانه ما نحبش نوصل لك الوضع هذا قال لك يا حميدة من هو مكتشف قانون الجاذبية من هو مكتشف قانون الجاذبية يا حميدة نيوتن أم باسكال أو أرخميدس مهنا سمعتك مكتشف الجاذبية يا حميدة قانون الجاذبية من اللي مكتشفه نيوتن ولا أنا ولا محمد حيها عليك حي يا حميدة مش حندخلك للسحب كان ما تجاوبي حيها عليك حميدة قانون الجاذبية ايه محمد مسكين الكرونيكر شدوا كريز بتاع ضحك ما تصورش حميدة كان دخلوها للسحب بتاع المسابقة لازم دخلوها الحب حي عليك يا حميدة قتلة لا حميدة ذكية تبيك اسف لا لا ولا شيء هكا كي تشوف كي تشوف الشيء اللي عند الناس تحمد ربي على شيء خدول انت ما تصورش تقول مثلا تقول لك ربيب نيوتن شكون اخترع جاذبية نيوتن ولا السعدي ولا بلال ما تصورش تقول السعدي وعليه ولا العادي اذا قلت السعدي هذا كان مشينا حي عليك يا سفيان بالحق هيك هي من دور اللحيه نرجع لك سعد على حكايه الهالوين دونك تحتفلوا بيه بالحق خاطر سفيان كانوا زعلانين على كل حاجه كل معناها كل مناسبه نعطيوها قيمتها بنعونها هاي بيان سور احتفلوا بيه احنا بيان سور الحوان تتسكر فهمتني الناس تنكروا لا ما تنكروش احنا نخرجوا هكاك انا كيما انتم كيما احنا وانتم مش فيكم على الطبيعه على الطبيعه من فضلك لا لا اسكت تصور روحك تنجم تهز في زلي بن عرو تكون عندك عرض غادي اها رد بالك والله تشوف الهالوين تشوف الهالوين يجيو جماعه الهالوين لا ما فهمنيش قلت ما تكونوش خير باش يعرفوا بعضهم على الاقل شحال كاس البشير وانا كاس مبروك تمام مش اللي قادر تدخلش عليهم براينيه من برا لا لا ما عندناش احنا فهمتني ما نحتفلوا بيه معناها نعملوا كيما الدخله نعملوا كيما الدخله فما هالوين للنساء فما هالوين للبنات فما هالوين بعد ما يكملوا البنات والنساء ندخلوا بارتي اليمين الرجال بعد فما لي جون فهمتني وبعد دخلت تدخل بعض الفئات العمريه الكل والاصناف الكل الفئات العمريه الكل موجوده فهمت كيفاش وديما ثم ضحايا خاطر احنا نغمسوا في الهالوين نتمهاو مع الهالوين نتمهاو نجم واحد ببعصا الاخر الدبوس فهمتني كيما كان جميع كندا بالضبط ليه وسيرتو كان فما فرقه تضرب في الهالوين ليه كان فما فرقه تضرب في الهالوين ليه ليه الماتريال ساعي يقعد غاد والفرقه يمكن يروحوا شطار الفرقه قالك خير مش جميع كندا احنا خويا ليه كندا سطحي الامور سطحيه نتاعها هي نتاع صحيح دائما الهالوين برنا الهالوين ليه ليه احنا هالوين هالوين على على بيجو معنا بيجا يعملوا فما عباد يجي يعملوا ديستاج عنا نتاع الهالوين حضرت انا بيدي حضرت وسمعتها في حفلات نفس نفس الامبيونس سبحان الله حتى التنكر هو حتى الازياء التنكريه تقريبا هي بيدا هي بيدا هي بيدا ما يبعدوش برشا على بعض هي بيدا نبدلوا شيء في المشيه يمكن معناها امور خارجيه تبدل المشيه بطبيعتها فهمت خاطر الهالوين ندخلوا له صخارة اوكي ما نجمش ندخل هالوين وانت ما صدقتش انه خونا اللي في اللوزه قال ما نعرفش هالوين يا ولدي او عندي نمر وانا جماعه اصحابه تنكلم صحي صحي هاو عندك النوامر اتصل فهمتني ولا وشوف نحن ديما ديما انتم معناها علاش ما دخلوش كفكره جديده اللوزه بالحق علاش ديما منقطعين على العالم الخارجي صحيح. انتم في اللوزه علاش تحسكم حفلاتنا الخاصه تحسكم عاملين معناها قبيله 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 ايش وحدكم علاش ما تقبلوش بالعكس احنا اخزر احنا ولو انه قال بس سمحني سفيان قال قبل قال احنا عندنا شط بتاعنا وشط البراينيه لا سمعت سمعت اللي هي فيها قمه العنصريه تصريح قرب على الاخر نحاربوا فيها تو ربي يعلم بينا وفي اي لحظه نجموا نهدوا عليكم في الهالوير ما عندناش هالوين تهدوا علينا الوهد يعطيكم الفكره
احنا نعملوكم هالوين. شو تعملوا لنا؟ انت ما تعرفوش يهمك في الهالوين. ايش يهم؟ تعملوا لنا تربص غديكه في صحيح. انت كانت نجم تجري يجري. يلا شباب قبل الفصل نعملوا شويه ارقام. نبدا بك بليل. مرحبا. 34% من الرجال ما يرقدوا الا ما ما يسهروا شوي في الأثناء السهرة إلا ما يشربوا الدواء بتاع النوم. لا لا اللي ما يرقدوا إلا تلزة محلولة ولا يحطوا فيه لما يتفرجوا فيه ولا دوك ولا حاجة. 34 والله أنا واحد منهم. أنا واحد منهم ست والله أبو قسما بالله. وأنت تسافر تحط راسك على الفخذة ترقد؟ وي بون سا دي بوان. انا وال سيتواسيون فوالا انا والوضعيه وشنو الافلام اللي تحطهم؟ خليني نعرف. فيلم ديما نحط فيلم. اي فهمتي ولا ساعات كان الجينيريك الاولاني ساعات نخلط للنص. ساعات عمري ما كملت فهمتك. ما كملت فيلم وتاخذني عيني. وانت ساعات شنو نوعيه الافلام جايتك بليله؟ انا لا افلام لا الحق انا ديما نتبع يا اما ماتشويت اللي لين يهزك النوم فهمتني. والا ناشونال جيوغرافي. تحيه لصديقنا تحيه صديقنا وزميلنا محمد بن تيراوي يسمع فيه قال لي بثم يرقد الا ما يشرب كاس حليب سخون. والله ما استغربتها من التيراوي الحقيقه. خاطر عمرك نورمال مزبوط الحليب ليه؟ يلزموا يعمل هالوين. التيراوي راهو الحليب في العمر هذا يعمل نهاير هالوين بحذاه. انا الحقيقه والله انا اقول لك حاجه انا امين ما يجيش لو امين شنوك والله قلقني انا الحليب انا شباب شو كي امنت بها الحكايه نتاع توصل عمر معين تتقلق من الحليب. ملا امين يظل يمكن يرقد بيجاما بالنوار وكذا في بالي لا ساتان ساتان كذا روج بوردو صحيت يعمل شويه رشه وفرش الفوق وزيد كيف ما نعرفوش انا هكا مين نعرفوه. انا الحقيقه بتاع ربي نرقد على الوثائقيات نتاع الحرب. دوف دوف هكا لا مش كيك ما تعرف نقول لك علاش خاطر ماتش دي سيكونس ساعات صاير حقيقي. ماتش ما نجمش نرقد نسمع في الماتش على خاطر ماتش نحط راسي على المخده نسمع المذيع بدا يعيط فرصه نقوم لسه نتفرج فيها. مثلا فيلم في المترجم باللونجلي ولا واحد جابك تركز مع الكلام هذيك الحرب على جارنا يكذب برشا والله يستهبلوا والله. نهار الاربعاء كنت تذكر قبل كي نعديو فيلم مستير ديما ديما اي فكري يا حسره وهو يخلي العباد كله راح تتفرج فهمتني. يقول انا نحب نبدا سبقهم يا عمي يقولوا له راهو هو فيديو راهو قال لي يقعد قدام التلفزه بالضبط. ونتذكر وقتها حرب وقتها ما عادش حاسينه صخره كبيره كيما هكا مينا وباش يضربوها باش يخرج وقت الذهب. يا ولدي التلفز ديناميت ديناميت عمل لك شوف الغبره وسط يوم محلي اقسم الحق ني دوك نتاع الحروب ولا ستيل مثلا حاجات تاريخيه مثلا ليله سقوط بغداد اسرار علاش الجيش بتاع صدام حاجات بتاع انسان ما عادوش علاش جيش صدام ما وقفش قدام الامريكان مثلا. الان تي في هذيك فيهم واحده ولات وثائقيه ما كانوا سبور ثلاثه هما واحده فيهم تعدي في حاجات حلوه برشا. ننصح اخونا امين يشرب كاس حليب نتاعو وشوفوا بلي جاوب ويلبس الساتان نتاعو هذيك ويتفرد. سعد زمر هذه عندك انت ميوزيك دوس وريغوتا ريغوتا عليه صاحبنا تبع عمر معين. اي عمر معين ريغوتا ترقد بالريغوتا اي ريغوتا شويه جبن هذا ترق قبل ما ترقد تاكلهم تدهن بها ودي مش كيف يراو جبن ينقرك الدم ولا تصير لك حاجه علاش تمشي في الليل الحليب الحليب معناها كي يبدا معناها سايب كما نقولوا احنا سايب يقلق في المعده تقعد مده باش ترجعوا رايب ولا باش ترجعوا ريغوتا. والله دكتور الور تدخل طول ريغوتا والمعده ما عندها ما تعمل في حياتها تحس على كيس الحليب اللي شربته وتقول الشيل هذي راني كي نجي نعطيه معلومات معناها دقيقه معلومات نتاع توبا علميه يتقلب الحليب يحصل فتره معينه باش يتهضم في المعده. سي محسن طرابلسي الدكتور بعدين شفت شنو شكون بعدين المصف حمدون المصف حمدون. انا في بالك تقريب 75% من اصدقائي اطباء لا هذيك غلط ايش اقول لك ايش اصحابك 75% اللي نعرفوهم بركة تمشي لي وقاعد تبدا مريض اصحابك لا بالعكس احنا نقاشاتنا وجلساتنا عاملين جروب تتناقشوا على الواتساب
سفيف كيفاش يخرج وكيفاش يخرج وكيفاش يخرج وكيفاش يخرج وكيفاش وليت الداوي فهمت؟ مش الداوي معلومات خذوا منهم المعلومات كمان وانت معناها انت معناها هذه المعلومه متاكد منها انه الحليب 10% يتقلق الحليب يلزمه مده في المعده باش هي المعده شنو تعملوا؟ تخذخذوا كما نقولوا احنا تخذخذوا كما شعب السرطان لين يولي راهي باش ما يقلقش المعده اي وسامحني وما سالتهمش على السوائل الاخرى نعم اللي تشرب فيها بيان سير كيما العطر شيء كيما الزهر سعاده اي شنو يعمل كيفاش كيفاش يتخضوا زاد المحده لا هذاك معناها كيفاش يقولوها يجمد المعده معناها فهمت يخدرها صح يخدرها ترقد ما في بالك بشيء وانت ما في بالكش انت راقد ديجا نجبت نصح حاجات كما هذه فهمتني ومنصوح به بدل بدل اصحابك صحابك صحابك بدل يا سوف يلا اخر شيء فرق قبل نمشيو لفاصل 39% من الرجال يا سعدي ياخذوا راي زميلاتهم في الخدمه في في الـ في الـ في الكادو مثلا باش ياخذوه النسيه شكون باش ياخذوا الكادو لصاحبته ما هو لمرته ينجم زميل شيخ ياخذ مرته وكادو صاحبته كادو اذا معناها نحكي لك كي قالت شكون معناها فهمتني المرته ياخذ كادو انا ياخذ 39 ياخذوا راي زميلات نتاعهم في الخدمه في كادو باش يعطيه لنساهم بار اكزومبل ها نحن تو ثلاثه متزوجين مثلا وخذينا كادوات لنسانا مثلا ويتيت هل فينا واحد شاورك؟ لا حق تربي لا ما كنتش محسوبين انتم هنا شاوروا زميلاتهم دقيقة الكلمة راه مش هي مالا شنو احنا شنو؟ زميلتنا هي مش زميلتنا زميلتنا الصغيرة هي وي صفر صغيرة تخدم معنا اللي يجيب ربي انا قلت لك كيف تخدم اللي يجيب ربي ماناش ماناش ملوجين عليها باللي تعرف باللي تعرف باللي نجم باللي تقدر وكاو شنو باللي تقدر كادو ولا خدمه خدمه دا خدمه تاع الخدمه انا مش باش باش تكون واش كلمه زميله وزميل راهي كلمه معناها كبيره لحظه لحظه صافي على قلبي هكا شنو تقصد صافي لحظه شنو تقصد وقتاش نقولوا نحن بار اكزومبل سفيان تولي مثلا تمشي تحضر في انترفيو ولا تقول زميلتي ربيب وقتاش بعد قداش من عام لازمها تنشيط راهو سريد كبير اغزر هو مش مربوطة بقداش من عام برافو سفيان مربوطة مدى كفاءتها معناها اسك تنجم تتحسن ولا تنجم معناها انت كي تشوف تو حسب خبرتك مستوى يرتقي ولا انت حسب خبرتك ها حسب خبرتك من غير ما تحرجني من غير ما تحرجني ويتعافى المرأة بأصدقائها شفتوا قمة التعافي اللي نرى فيها كل يوم هذا كان جزء صغير سامحني سعدي خليني نتكلم هذا جزء صغير من اللي قاعد يصير فيا نقول للعبيد خلينا نكشف الأسرار خلينا نشوف المستغرب تفضل نحكيوا على بعضنا هكا احنا في ايكيب واحده من الدوله تزمت معناها ربي اخي انت كي تبدا فيك نقائص لا 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 علاش علاش ما نقولهاش انا لا لا قولها لي تطور وتتحسن يا بنيه معانا معناها نسلي يعني بيه عامله مجهود وكذا والدنيا كل معناها الله منه الله منه معناها الله منه تعالى ضحي بكاريرها ثلاثة مهبلة كيما هكا تعالي فينا كل نهار عركة ناقص كان باش تحز بمقرون مسكين تبدا ليه أثرت أنا أثرت برشا ما نعرفش كان أنا والله تصدمت لحظة ربيب أنا والله تصدمت في بالي أنا من الأول خاطر تو في الأخر ربيب وقتاش تخرج وقتاش تخرجت ربيب 2019 أنت عامل نسيب تعز 8 معناها صاي تسكرته مستجيت الكل عليه تسكر مبابي مبابي أزكى هس كاس العالم عمره 17 سنه ولا 18 سنه شو تحب تزي معناها كاس العالم في الاذاعه فهمتني الكفاءات ما عندهاش عمر لا لا ما عندهاش عمر انا سعدي يا عندك ما عندكش يا عندك ما عندكش سعدي سعدي انا باش تكون عندك انا الموهبه موجوده شويه تترسكل اما تقول ترسكل رسكل رسكل اي مو انت لهنا دورك مو دورك انت ترسكلها ما فهمتش حس انت دورك ترسكلها يا عالم سيد انا شنو بلي شوفي معناها انت تخدم بكره انا خاك انا بطل تنطقونا والله تحبوا تنطقونا من جنبنا اللي بيطلع انا هاني خارجه سعدي كان عندك ميكرو وشكون باش عندك اخرج فاصل عادي نخرجوا فاصل انت عديت فاصل ما كنتي كفاءه قول كيفاش نخرجوا فاصل كمنشط يعني كبير وك باهي اوكي قول اي قول عدينا فاصل نشط انت هاي بطلت اما يلزمك راهو علمين مش بطيشه تقول تعديوا الفاصل عندنا فاصل تو كيفاش باش تعمل خارج الفاصل السادة المستمعين نتأسفوا على هذا الخروج المفاجئ لل شو اسمها رباب رباب
الحقيقه نتاع ربي هذه هي هذه هي. احنا كما تعرفوا الحصه نتاعنا ما عندنا ما نخبيه على الساده المستمعين كل شيء نقولوه. فهمتني؟ نخرجوا فاصل اشهاري ونرجع لكم بعد شويه ان شاء الله.